السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ويا رب يعود عليكم الايام بخير. النهارده التاريخ بتاعكم يا برج الجوزاء 3 مايو، التاريخ علشان مصداقيه قناتكم. اذا كنت فتاه او راجل بيتفرجوا عليا قولوا ورايا الدعاء ده وربنا هيبشركم بالخير. اللهم بشرنا بالفرج كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، اللهم املاء قلوبنا وقلوب ابنائنا وبناتنا بالرضا والفرح والسعاده. برج الجوزاء قول الدعاء ده وما تنساش تدعم الفيديو باللايك وبالتعليق الجميل، ونشوف مع بعض ايه التوقعات بتاعتنا وايه الاخبار الفتره دي. برج الجوزاء تعبان عاطفيا، الجوزاء تعبان عاطفيا الجوزاء، وعنده حفره وقع فيها، عنده حفره وقع فيها، وشايفة ان عندك كلام كتير جدا سمعته ازعجك وكلام كتير كسر نفسك، وشايفة ان عندك نغزة في قلبك يا برج الجوزاء، عندك حيرة من امرك، امرك مش عاجبك خالص وحياتك كلها مش عاجباك، ودايما بتقول يا رب نفسي اتخطى كل المشاكل واتخطى كل الحاجات الوحشة اللي انت في حياتك واللي انت عايز تعدي بيها، دايما بتقول يا رب انصرني على الاعداء وكشف لي حقيقة الناس الوسخة، الناس اللي هي مش كويسة اللي بتحاول تأذيني. طيب الحل ايه؟ ايه السحر اللي عندك اللي معمول لك يا برج الجوزاء؟ انت حاليا صح، حاليا ماشي صح، وحاليا بتحاول ان انت تمشي صح. حياتك العاطفية تركت الشريك او عندك مشاكل زي ما قلت لك، بس شايفة ان عندك رجوع، عندك رجوع يا برج الجوزاء، عندك طرف ثالث داخل في علاقاتك العاطفية، علاقتك مع الشريك عندك طرف ثالث، عندك طرف ثالث فرق ما بينكم، بينك وما بين الشريك. الطرف الثالث ده كان ليه دور كبير جدا في علاقتك العاطفية، التوتر والمناقشات والزعل بسبب الشريك الخاين يا برج الجوزاء. شايفة ان عندك فرحة في بيتك، فرحة في بيتك، الله أعلم إذا كانت ليك أو لحد مقرب ليك هتفرح له زي ما هتفرح لي فرحتك. عندك صديق، عندك من برج الأسد، صديق من برج الأسد أو صديق معين، ده بيحاول إن هو يسعدك، بيحاول إن هو يفرح قلبك ويعمل لك حاجات كتيرة جدا حلوة. برج الجوزاء انت ما يتخافش عليك، انت دايما بتعرف ازاي تتخطى كل المشاكل وبتعرف ازاي توصل. انت مستني خبر حمل، عندك اشتياق لاطفال، بعاد عندك بعيد عنك، مشتياق لزوجك اللي هو بعيد عنك. بس نصيحتي ليك يا برج الجوزاء بلاش الاخطاء الكتير، عندك انطلاقة بسريعة حلوة جدا ليك، عندك فرحة في ارض بيتك، حاول ان انت تطلع من المكان اللي انت فيه، انت حاسس نفسك طاير في الجو. برج الجوزاء عايزاك تهدى وعايزة تكون طموحاتك تكون عالية زي ما هي عالية، حاول تكون أمورك موازنة شوية عن تصرفاتك يا برج الجوزاء، عايزاك تكون هادي، عايزاك تكون حكيم في تصرفاتك علشان خاطر ما تندمش في حياتك أبدا. شايفة كمان يا برج الجوزاء ان انت عندك لقاء مع راجل مهم كبير في السن، عندك حد بتحبه جدا فقدته في حياتك، حد عندك كبير فقدته في حياتك وانت بتحبه. شايفة ان انت هتطلع من اللي انت فيه، وهتطلع من اللي انت فيه بسرعة كمان اليومين اللي جايين، او طلعت من اللي انت فيه. شايفة ان عندك يا برج الجوزاء الايام دي انت خطأت كتير، عملت مشاكل كتير، بس هتطلع من اللي انت فيه. ادي كل شخص حقه، بلاش الاخطاء اللي انت فيها كتير دي، بلاش ان انت يكون عندك حياة مزعجة، عندك انطلاقة حلوة، بلاش الضياع، احذر من الضياع ومن الناس اللي ممكن تضيعك. بعد مواليد برج الجوزاء انت عانيت كتير، تعبت كتير، حسيت ان انت حياتك اتدمرت، حياتك حد خدعك، حد ظلمك، بس اللي انت زرعته هتحصده الفترة اللي جاية دي، الحاجة اللي زرعتها انت هتحصدها ان شاء الله بإذن الله. عندك انطلاقة حلوة، فتاة الجوزاء شايفة ان انت عندك طاقة حلوة، هتطلعي من الهم اللي انت فيها، هتطلعي من الحيرة والخوف والتوتر، هتطلعي من كل حاجة وحشة يا برج الجوزاء. فتاة الجوزاء الهم اللي انت شايلاه على كتفك وعلى ظهرك ده هتطلعي مين بإذن الله. شايفة ان عندك نجوم كتير في حياتك، وعندك قمر هينور حياتك،
انت دايما منوره، دايما عندك امور حلوه جدا في حياتك، بس دايما بتلاقي اللي يحبطك واللي تلاقي اللي يكسر نفسك. راجل الجوزاء شاطر جدا، وفتاه الجوزاء ذكيه جدا، وعندكم طاقه ايجابيه وعندكم خير، هتطلعوا من الهم اللي انت فيه، وباذن الله هيكون عندكم نجوم حلوه جدا، وهيكون عندكم امر مجدي. انت من فتره للتانيه بتحس نفسك ان انت الدنيا كلها بتلعب بيك، ان الدنيا كلها بتاخدك هنا وهنا، ما عندكش حاجة بتكمل. انتبه يا برج الجوزاء، من 4 ايام معينين او 5 ايام معينين هيكون عندك انفراجة، وانت حاطط حاليا املك على اشخاص، سيبك منهم. الامل اللي انت حاطط نفسك على اشخاص معينه، دول بيحاولوا يهدوك، بيحاولوا يوقعوك وانت مش واخد بالك. الناس اللي انت متكل عليهم دول هيسيبوا ايدك في اي وقت، وهيغدروا بيك، وهتكتشف حقيقه الاخرين. انتبه يا برج الجوزاء عشان خاطر ما تندمش وترجع تقول يا رب انا ظلمت ناس. حاول ان انت يكون عندك ثقه بنفسك بس، حاول تكون عندك ثقة بنفسك بس، وسيبك من الآخرين. شايفة كمان ان انت هنا بتحاول وبتعافر علشان تقدر توصل وتكمل. انت هنا عانيت كتير، بتعاني لحد الآن، بتعاني يا برج الجوزاء عشان تطلع من النار اللي انت فيها، بتحاول تطلع من الضلمة وتخش على النور، وان شاء الله بإذن الله في النص ربنا هينور لك الطريق. بتحاول تخلص من اللي انت فيه. انت زعلان يا برج الجوزاء، مقهور، قلبك وجعك، في حاجة مضايقاك جوه قلبك مش عايز تحكي عنها، مش عايز تتكلم عنها، انت مقهور جوه قلبك. عندك حد في بيتك تعبان مريض، وانت حزين عليه وقلبك مكسور عليه. برج الجوزاء، برج الجوزاء عندك فرحة في بيتك، شوف الفرحة اللي انت مستنيها هتجيلك. واخيرا هتقول الدنيا هتضحك لي، واخيرا هتقول يا رب انتصرت، يا رب فرحت، يا رب انا اتظلم. انتبه الفترة اللي جاية دي هيكون عندك امور حلوة جدا، وامور عكس اللي انت فيها. برج الجوزاء عايزك تكون هادي، عايزك تكون حكيم، بلاش التسرع، بلاش التوتر، بلاش الخوف، بلاش الالم، بلاش الامور كتيرة جدا اللي هي معاكسة في حياتك. انا شايفة ان عندك انتصار، وعندك كشف حقيقة، حقيقة كذب. ناس كانت بتكذب عليك، انت شايفة ان انت هتكتشف حقيقتها. بص هنا يا برج الجوزاء، انت هنا زي الحياة الحلوة، بتحب الحياة الحلوة، بس دايما عندك معاكسة. شايفة انه عندك ناس كتيرة جدا عيونها كتيرة عليك، ناس عاملة زي النمل اللي بيكرهك اكتر من اللي بيحبك. يعني لو حواليك 20 هتلاقي 18 بيحبوك، واتنين بيحبوك. فدايما تخلي بالك من الناس اللي هي مزعجة، الناس اللي هي بتكرهك وانت مش واخد بالك. احذر من الناس دي، انا مش عايزاك تقع نفس الوقعات اللي انت وقعت فيها قبل كده. عايزاك تكون هادي، تكون حكيم في امورك، تكون هادي يا برج الجوزاء. اتمنى لك الخير والفرحة والتفاؤل والسعادة وكل ما هو جميل لحياتك باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. حاول تكون هادي الفترة اللي جاية، بلاش التوتر، وبلاش الامور الكتيرة اللي معاكسة في حياتك علشان خاطر ما تندمش عليها. الاشتياق للاطفال اللي جاية في حياتك العاطفية، شايفة ان عندك لقاء حلو، شايفة ان عندك تحسن من امور، انت حصل عندك انفصال، شايفة انه عندك رجوع باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. سيبك من كل المشاكل اللي انت اتخطيت بيها، سيبك من النغزات اللي جوه قلبك ومعلمة لحد الان فيك. بلاش التوتر، بلاش الحيرة اللي جوه قلبك. صحتك، انت بتشكي من ألم في ركبتك، في صداع مستمر، في أمور معاكسة حياتك مش عارف توصل لها. أنا عايزك تنتبه كويس جدا من الغدر والخيانة والطعنات اللي في حياتك، انتبه كويس جدا علشان الطعنات اللي انت خدتها في الظهر دي كبيرة جدا. الفترة دي يا برج الجوزاء انت خسرت الشريك، شايف ان عندك تحسن وعندك خبر سريع، الخبر ده هيكون فيه امور حلوة جدا. هيكون عندك امور حلوة انت ما كنتش متوقعها. انتبه من طعنات، انتبه من خيانة، انتبه من غد، بلاش تتكل على حد. عندك خبر سريع، الخبر السريع ده هيجيلك انت ما كنتش متوقعه، وهيبقى عندك فرحة حلوة في ارض بيتك ليك او لحد عندك. الفرحة دي هتحسن من أمورك وهتغير من نفسيتك. أتمنى لك الفرحة، بلاش تفوت بخناقات ما تكونش في صالحك يا برج الجوزاء. أعلنتوا حربكم، أعلنتوا انتصاركم، خلاص عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه ده.
في لا اما في حرب، لا اما في مواجهه، لا اما في حاجه هتعملوها انتوا. دايما خلوا بالكم من نفسكم، بلاش تفضلوا تتنازلوا من اجل الاخرين. انتوا هتوصلوا لحلمكم، بس من كتر ما انتوا بتتنازلوا علشان الاخرين بيسبب لكم وجع دماغ. في مكالمة حلوة جدا جدا في الطريق ليكم، المكالمة دي حد هيكلمها لكم، انتوا مستنيينها اصلا. اعدائكم كانت دايما من المقربين لقلبكم، يعني المقربين ليكم اللي عارفين عنكم اسراركم وعارفين عنكم كل حاجة، هم دول اللي كانوا اعداء ليكم، فخدوا بالكم من النقطة دي. كمان انتوا هنا في ميزة عندكم حلوة جدا، مهما بتشوفوا يعني مهما تشوفوا الناس اللي قدامكم محتاجة يعني بتطلعوها من جيبكم، انتوا ممكن تحرموا نفسكم من الأكل وتساعدوا الناس اللي حواليكم، ميزتكم دي جميلة، وعشان كده دايما محسودين. فخلوا بالكم من النقطة دي علشان خاطر انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين حسد ولا ناقصين طمع فيكم. كمان انتوا هنا من الاشخاص اللي دايما فعلا عيونكم مليانة وبترضى بأقل حاجة، يعني انتوا معروفين ان انتوا بترضوا بقليلكم جدا، وعشان كده دايما بيقولوا ايه، انتوا رافعين عيونكم في السماء، بيتكلموا عليكم في كلام سلبي، فارموا ورا ظهركم. فشوفوا انتوا مستنيين ايه واشتغلوا عليه. انتوا عندكم بشرة او سعادة لقلبكم، والعدو اللي عمال يبذل اقصى مجهود علشان يوقعكم بإذن الله ربكم هو اللي هيوصلكم للحال أفضل. البعض منكم بيشتكي، أو البعض منكم رايح للدكتور عنده وجع أسنان، وجع في المعدة، ألم في الظهر، العظم عندكم خشونة، في شوية وجع، بس بإذن الله هتكون على خير. كمان انتوا هنا حصلت فتنة عندكم، والفتنة دي من صديقة أو من حد مقرب ليكم برضو، كان بيعمل فتنة ونهيتوا علاقتكم بيه أو خرجتوه بره حياتكم. البعض منكم في طرف ثالث بيتدخل بينه وما بين الشريك، بيقول كلام سلبي او عكس ما هو فاكر، فمش حابب الموضوع ده ولا حابب يكون الطاقة السلبية متوزعة بالطريقة دي. رغم ان نفسيتكم فيها طاقة سلبية ونومكم متلخبط، وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي انتوا عندكم عصبية زايدة، بلاش العصبية الزايدة، عشان العصبية دي مسببة لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها. اختموا نفسكم كده بالراحة وصلوا على الحبيب. البعض منكم ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، ناويين على سفر، ناويين ان انتوا خلاص تيسروا اموركم وتدبروا حياتكم بعيدا عن الناس. كمان انتوا بقالكم اكتر من كذا سنة تعبانين ومخنوقين وبتستحملوا وماشيين بما يرضي الله، بس خلاص ما بقيتوش تيجوا على نفسكم في حاجة تانية. علاقتكم نهيتوها مع برج الحوت بسبب الظروف وبسبب المشاكل، وكان في سحر بيتجدد لكم من المقربين من اهل الشريك، وكان دايما في خلافات بينكم من اول من بعد الجواز بمدة معينة. كمان انت عندك هنا حد هيكون سبب نقلتك وهيكون سبب خير ليك بإذن الله. مين الست او مين الحد اللي كان من اهلك اكل حقك في ورث او اكل حقك في مال، اكل حقك وانت زعلت جدا وفوضت امرك لربنا وخلاص، ناويين تعملوا عملية الفترة دي، انتوا ناويين تعملوا عملية، احساسكم عالي والعملية بإذن الله هتنجح، واهدوا بس انتوا كده وهدوا اعصابكم، عندكم نجاح بإذن الله بس في ضغوط. هنا كمان انت مركز على تحقيق هدف طال انتظاره عندك، وبدأت تتغير، بدأت تكتم فرحتك، يعني ما بقتش زي الاول، اتغيرت 180 درجة. يعني لو في حد عايز يأذيك او عايز يتعبك، انت خلاص بقيت كاشف الشخص اللي معاك على حقيقته، وعارف ان الشخص ده مش حابب لك الخير. رغم ان نفسيتك تحت الصفر، ومهما بيحاولوا يأذوا فيك ويتكلموا عليك على جميع الاصعد، انت هتكون متفوق عليهم. الضغوط اللي كتيرة اللي عليك دي نهايتها فراق. في هنا صلح في قعدة او في لقاء، عندك اتنين بيتفقوا دايما لأذاكم، دايما بيعملوكم ذبذبة في طاقة سلبية ومأثرين عليكم في ضغوط.
محتاج الاحتواء والحنان، محتاج حد يقف جنبك رغم ان انت مش عايز من كتر اللي انت شفته، بس في طاقة ايجابية عندكم، في مال جايلك، والمال ده هيبقى سبب رئيسي ان انت يخرجك من الشوشرة اللي انت فيها. انتوا كمان عمالين تسعوا بأي طريقة. بسم الله ما شاء الله عليكم، ابتسامتكم جميلة جدا، حياتكم بريئة، ففي هنا خروج من مشكلة كبيرة على كتفكم. انتوا قررتوا ان انتوا تتغيروا للصح، قررتوا ان انتوا تبعدوا وتاخدوا طاقة تانية مختلفة. ناس دخلوا بيوتكم خربوها ودمروها، حاليا مازالت يعني حاليا انتوا مازال بتعانوا من الناس اللي دخلت دي وخلتكم خدتوا قرار. في غيرة وفي حقد عليكم بسبب ان انتوا براءة، دايما كده حياتكم بريئة، دايما بتتعاملوا بمحبة وبطاقة ايجابية. ألم في الكتف غير طبيعي، وأحلامكم خايفين منها رغم ان عندكم لقاء حلو، وعندكم يعني احتفال بعيد ميلاد، احتفال بحد هيبقى فيها فرحة، ممكن كمان لقاء طاقة إيجابية، اللقاء ده هيكون حلو قوي، أو هتشوفوا حد بعيد عنكم بقالكم مدة، بقالكم غياب في حاجات كتيرة. مين الشخص اللي كان متعدد العلاقات اللي عندكم وخلاكم فقدتوا أملكم في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا خلاص الدنيا بدأت تتظبط، بس انتوا في طاقة هنا مؤثرة عليكم من الشخص ده. يعني انتوا في حد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على طول. الألم اللي في راسك والألم اللي في الظهر هيخف بإذن الله، بإذن الله هيخف، وهيكون في تواصل حلو. العاطفة عندك فيها تحسن بنسبة 90%، علشان الوضع اللي انت فيه تعبك. اي نعم محتار في الحياة العاطفية ما بين اتنين او ما بين حد، ومش عارف تاخد القرار، وفي مشكلة عمالة تواجهك، بس في طاقة فرج رغم ان في شوية ألم وشوية حيرة وشوية خنقة، بس بإذن الله كل حاجة هتعدي. ممكن كمان انتوا تكونوا خايفين من حد معين في حياتكم، الحد ده واقف بينكم ما بين تحقيق الحلم، وهيبقى فيك طاقة تانية مختلفة. انتوا في تعليق مع حد متعلق بيكم، او انتوا متعلقين بحد، والحد ده يعني كده هو فعلا بيحبكم قوي، وفي امور حلوة. في تقديم على طلب او تقديم على وظيفة او تقديم على شهادة، الله اعلم انتم هتقدموا على حاجة الفترة اللي جاية. في عندكم حرف الحاء، حرف النون، حرف الألف، حرف الميم، حرف السين، دول موجودين في حياتكم الحروف دي. في كلام ما بينكم، في حاجة تخصهم، انتوا ساكتين اليومين دول بسبب حد كده بيتكلم عنك، او حد بيتكلم مش بي... حد بيتكلم عنك وانت مش متوقع ان الشخص، انت بتقول ازاي انا كنت مغفل، ازاي انا كنت ساكت وكنت مآمن للشخص ده، والشخص ده هو اللي بيطعني وهو اللي بيغزلني. خطوبة هتكمل مع حد من ابراج نارية، وهتكونوا مبسوطين جدا رغم الأذى اللي عليكم والفشل، بس هيكون في طاقة تانية مختلفة. الوقت ده خلاص بدأت الدنيا تتغير عندكم، بدأت الحياة تبقى فيها أشكال مختلفة، والشخص اللي كسرك وظلمك اللهم يا شماتة، بس هتشوف قد إيه حكم ربنا عليك كبيرة. أنت عايش في عيشة وكأنك مش عايش، عايش في دوامة، عايش في يعني حتى اللقمة مش متهني بيها اللي بتنزل معدتك، بتتعذب، وده كله من المقربين ليك، المقربين حاطينك في بالهم وبيحقدوا عليك بكل الطرق، رغم ان انت هنا بص عملت كتير جدا من اجلهم ووقفت، بس انت ليل ونهار بتعيط على حد سابك فجأة، او على حد اتفاجئت بعدانه عنك. خليك سكت، خلاك خلاص، وزي ما قلت لك ان الطرف التاني اللي بيتدخل في حياتك ده اذيك، وهو سبب الهم اللي انت شايله لوحدك، والوجع اللي انت مش قادر تستحمله.
طيب هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتستغفروا ربنا وهتاخدوا قرار حاسم، وهتقرروا ان انتوا يكون في عدالة في حياتكم بمشيئة الله سبحانه الله وتعالى. وفي مشروع هتدخلوا فيه، المشروع ده هينجح. في حد وقعكم في خطيئة، كان دايما بيرسم عليكم الحب والحنان والطاقة الإيجابية، وما توقعتوش ان الخذلان يجيلكم من الشخص ده. كمان هنا يعني في حاجة ضايعة منكم، عمالين تدوروا عليها بكل الطرق ومش عارفين، او مش عارفين تلاقوها. في بلوك بينكم وبين برج العقرب هيتفك الفترة دي، وهيبقى في كلام. في حد فعلا بيقول عليكم ان انتوا طيبين جدا، ان انتوا تستاهلوا حياة احسن من كده، بس مش بايده حاجة او مش بايدها حاجة ان هي تساعدكم في اي حاجة. والحد اللي بيدبر لكم مقيدة من غير اي سبب هتتقلب ضده، وهتشوفوا وهتتفرجوا انتوا، بس الفترة دي هتقعدوا تتفرجوا. في حد مريض عندكم وانتوا ليل ونهار زعلانين عليه وبتعيطوا عليه بسبب الطاقة اللي انتوا فيها. في حد كمان بيقلدكم، يعني هنا حد بيقلدكم بأي طريقة. اتحطيتوا في موضوع، والموضوع اللي انتوا اتحطيتوا فيه ده قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعافروا، هتثبتوا براءتكم بنفسكم، هتاخدوا حقكم تالت ومتلت، وهتتكلموا بطاقة مختلفة. انتوا مش عايزين تقنعوا اي حد، بس انتوا هتقنعوا نفسكم. بس عايزاكم دايما تخلوا بالكم ان انت عندك خبر حلو، وكمان عندك خروج من طاقة سلبية، وهتعرف مين اللي عمال يأذي فيك ويقول عليك كلام سلبي. كمان الشريك عندك في ضغوط نفسية في شغله او في حياته، او هو حيران، او هو كاره حاجة معينة عنده. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في طاقة تانية مختلفة، الطاقة دي هتبقى حب ليكم، وهتبقى أمور تجديد، أو هتبقى طاقة مختلفة لشغلكم أو لحياتكم بشكل كبير أو بشكل إيجابي. هنا كمان الوضع اللي بالكم مشغول بيه بقالكم مدة هيبقى فيه تفوق، وهيبقى فيه نجاح، انتوا مزدهرين بأفعالكم. كمان انتوا هنا ناويين تقسموا حاجة على جزئين او حاجة على حاجتين، هتقسموا لإما علاقة لإما تقسموا امور. رقم 7 ده مميز جدا بالنسبة لكم، وده بيبقى ممكن يبقى طريق انتصار او طريق نجاح عندكم. طيب قولوا لي بقى الألم اللي بتحسوه، او انتوا البعض منكم عنده عرق نساء، عنده مشاكل نسائية، الألم ده لسه مازال موجود، لسه بتعانوا منه، لسه في حيرة وضغوط نفسية بسبب ألم عندكم. الفترة اللي جاية دي انت هتكتشفوا حاجة، وهتحسوا ان هي دي ربنا جات لكم في وقتها بسبب الاكتشاف، وهتقولوا خلاص خرجوا بره حياتي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مش هتزعلوا عليهم، مش هتزعلوا على الكشف اللي انتوا هتكتشفوه، بالعكس ده انتوا هتحسوا ان ربنا نجاكم، وربنا بيحبكم، اكرمكم من حيث لا تحتسب بسبب الذل والخيانه اللي انتوا بتشوفوه في حياتكم. كمان انت هنا عندكم فتره فيها تقلب المزاج، الفتره دي مع تقلب المزاج هتاخدوا قرار حاسم. اجمل ما فيكم عيونكم، دايما عيونكم بريئه، دايما عيونكم جميله، رغم انه اذكياء، الذكاء اللي عندكم خارقي، وبتفهموا على طول، مجرد ما حد كده بتبصوا في عينه بتعرفوا، بتعرفوا مين بيأذيكم ومين بيحبكم، بس بتعملوا نفسكم مش عارفين اي حاجه. اشخاص مميزين بحاجات كتيره جدا، مميزين بثقافتهم، برشاقتكم، بطاقتكم، بحاجات مميزه عندكم. في حد عندك او في حد عينه عليك في الرايحة وفي الجاية، مركز معاك قوي وبيراقبك من تحت لتحت، ومش عايز يبين لك ان هو بيراقبك او حطك في دماغه، وعشان كده انت محتاج صبر الفترة دي، ومحتاج تغيير.
وممكن كمان البعض منكم بأي طريقة عايز يسافر حتى يغير جو. بصوا هنا بسم الله كمان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تفاؤل حلو بسبب الفلوس اللي جايه لك اللي هتعمل بيها كذا حاجة من بعد الضيق والخنقة. خليكم زي ما انتوا أقوياء وما تسمعوش كلام أي حد في حياتكم. ولو حد بيتدخل في حياتك ما بينك وما بين الشريك، ارمي ورا ظهرك وما تستناش حاجة من حد. عندك جمال في حياتك وتمييز حلو، هتكون مميز وهتكون في دخول لأشخاص هيدعموك وهيقفوا في حاجات كتيرة جدا تخص نجاحك. انتوا دايما معرضين للاستغلال بسبب طيبة قلبكم وبسبب حبكم الزايد للأشخاص المقربين عندكم. بس دايما اقول ما تجوش على نفسكم من اجل اشخاص ما تستاهلش محبتكم ولا طاقتكم اللي عندكم. الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم دي ضغوط نفسية، فلازم تركزوا على تحقيق الهدف وتركزوا على الطاقة الإيجابية اللي حد بيوزعها عليكم. اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، وبإذن الله ربنا هيكبر بخاطركم الفترة اللي جاية جبر يتعجب له أهل السماء والأرض، وهتكونوا مبسوطين جدا بالطاقة الإيجابية وبالفرج اللي في حياتكم. تحياتي ليكم وأتمنى لكم الخير والسعادة والطاقة الحلوة اللي هتتوزع عليكم.